ارحبوا يا رجال، ارحبوا الله يحييكم، ارحبوا مرحبا ومسهلا. الله يبقيكم، سلام عليكم. السلام. كيف انتم يا رجال؟ يا مرحبا. طيبين ماجورين؟ الله يعافيك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وافتراقنا من بعده افتراقا معصوما، ولا تجعلوا من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. صلوا على النبي واثنوا على النبي صلاة. كبروني والكبير الله وقدموني واستعنت الله. يقول يا سلام عليكم يا أهل الطالة، يا رجال نجمل من يخاويها، الخوي لا بدا شانه أنا ناله، والمواجيب ناخذها ونعطيها. ونعم الأول أقبلنا عليكم في ذا المكان، العجب عين أبو شبنان، والله يديم الأمن والأمان ويعز الملك سلمان. والثانية نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع ما بينهم في خير. الثالثة تزوجت يا أبو شبنان، والله يبني بيتك ويجعله بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب. الرابعة من قدم المعروف يلقى سنامة، ومن قدم الحسنة يلقى الثوابي. أنت يا ذا الشلي جاك الصف الممتلي، جاك الزامل والصف الكامل، جاك من كل بلد ولد، جاك اخوياك اللي ترى، والغايب يعتذر على ما جرى، الحاضر تشوفونه والغايب تعذرونه، جاكم معونه كل واسمه قدام اسمه. 197,650 انا ها كثير تستاهلها يا ولد شبنان، وفعل مينك وعلمك الغانم وطلاقه راسك، وانها كثير تسمنها وجيه المطاليق. يقول ليس الهدايا قدر من تهداله، بل الهدايا قدر من يهديها، معنى هدايا ومعونات الخصوصيه، بيطلعون بها خويانا وبيتكلمون، وكل شوره في زوره، هذا وعلمنا سلامتكم جميع. وانت عذر للملازم اول علي بن محمد الفهري العبيد القحطاني مرابط في الحد الجنوبي، ويتعذر منكم واعذروه سلامتكم جميع. مرحبا ومسهلا، الله يحييك، بعداد ما سرتوا عليه وانتم وافين وعلمكم غانم. مساكم الله بالخير جميع. جاك من سعود بن عمير البدرب 10,000 وبشت، ناصر بن عامر الجهمي 10,000 وبشت لشايبك، ناصر عبد الله البغاشي 10,000، جايز محمد الأكلبي واخوه 4,000، عبد الله بن عساف المنبهي صندوق عوده وبشتين وسيف، علي ابو الركان واخوه نايف 3,000 وسيف. انهي واجد يا خوينا تستاهلها، وانهي قليله سمنها الغلا والمحبه، وعلي الطلاق بالثلاث انها وافيه وكامله مكمله. وانتم السلوم وبيض الله وجيهكم وعطاكم وافي وانتم وافين، والله يحييك معداد مواطيكم. لحظة لحظة يا ابو شبنان، دقايق. يا ضيفان جيت والله يحييكم، وغداك بالصبح ما عاد متكلفين به وجاهز، ونحيي بالحالكم، والله كلفوني بالكلام وهو يفعلون الجميل لكم ولغيركم، وسلامة الجميع. الله يبقيكم ويمحق شانيكم. على راس نايبهم طال عمرك يقدمون العزيمه. ونعمن فيكم ونعمن فيكم كلكم، صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. حنا في دوامات وفي ارتباطات، وحنا في وجه الله، ومن هو في وجه الله نجا. وحنا في وجه الله منكم. يا اخواني لكم حق ولكم واجب على كل الجميع. يعلم الله لكم واجب ولكم حق. ومعنا الشاعر هاجد الحارثي وبيعطيكم قصيده. يستاهل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيكم بالخير دامة الافراح والمناسبات، وهذا من طيب وشبنان، حتى لو اني ماني بشاعر وجيت في الصف هذا يشوش الراس. بيض الله وجيهكم ومن طيبكم جعلكم تسلمون. شل الصوت يا زملاء. يا لا 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 يا ابن شبنان زعنا كلنا في رضاك،
لنك غالي وذا مثلك بنحضر لزوم من شيوخ اشهران ومن مرا ويسام. يا سلام يا سلام اقدمه في وصول والسلام انشره باسمي وباسم ازمالي ينصى شعران اهل مدحن وصيتان وجاه مكرمين الضيوف مزبنين الدخيل يا ابن شبنا نزعنا كلنا في رضاك لانك غالي وذا مثلك بنحضر لزومه من شيوخ اشهران ومن مرا ويسام. يا الربع علي الطلاق طلاق الفراق وانا ابن حراق انهم عدوده ما هي مزيوده والنقص ريال واحد فلومها في لحيتي انا يا فلاح بن محمد القحطاني. ونعم ونعم ما عليكم زود انتم وافير وبيض الله وجهك ووجهك وتستاهل اكثر منها يا ابو شبنان لانك حمر عين وتقضي الدين وصليب راس وطيب شاش. ما عليكم زود وبيض الله وجهك اقل اسم شبنان ابن فايز واسم ربعه نقول مرحبا ما بين السبع على راضي والغما عندنا شوهر هذا الطيب درب الفعول اهل مجد الرز العود واكمل النما عند الربع خير من مسه وسروج الخيول خير من شل البناتك على الخصم ورما عند الربع خير من مسه وسروج الخيول خير من شل البناتك شيء عمار